يا هلا والله شباب، اذا كنت من المشتركين القدماء عندي في القناه ومشترك عشان فيديوهات كول اوف ديوتي والزومبي، فاظن حاليا مستاء من وضع الزومبي بلعبه كول اوف ديوتي. اخر ماب زومبي نزل بلعبه كول اوف ديوتي فانغارد من يومين ولعبنا مره واحده وخلاص. بس حاليا بهالفيديو راح العب معاكم احد افضل مابات الزومبي في التاريخ واكثر ماب مخيف ومرعب لعبته في حياتي. نقول بسم الله. راوند 666. هاي اعوذ بالله. الماب جدا رهيب، وحتى لو كنت مشترك عشان فيديوهات التوب 10 وما تهتم بكول اوف ديوتي ولا الزومبي، فنصيحة شوف الفيديو صدقني رح يعجبك. طبعا اسم الماب نايتمير او الكابوس، وهذا كوستوم ماب على بلاك اوب 3. كوستوم ماب يعني اشخاص مسوينا مو شركة. اذا بدك تعرف كيف تحمل كوستوم مابات وتلعبها فسويت فيديو، الرابط موجود بالوصف. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. هذا البث برعاية عملة ريزر جولد. ريزر جولد هي عملة تقدر تشتري عن طريقها ألعاب أو الأشياء اللي داخل الألعاب، وبتدعم فوق 42 ألف لعبة، ومنها ألعاب جدا قوية نفس ببجي، ماينكرافت، جنشن إمباكت. ومو بس الألعاب، لا، فينك تشتري بطاقات بلاي ستيشن ستور أو خدمة إكس بوكس جيم باس، وأي شيء له علاقة بعالم الألعاب فينك تشتري بهالعملة. طيب ممكن حد يقول حاليا شو الفائدة من هالعملة؟ يعني ليش أشتري بطاقة ستور بلاي ستيشن أو شدات بلعبة ببجي عن طريق هالعملة؟ ليش ما أشتريهم جوا اللعبة بشكل مباشر؟ عندك سببين جدا مهمين بيخلوك تستعمل عملة ريزر جولد. السبب الأول إنه في كتير عروض وخصومات رهيبة بتلاقيها ببرنامج ريزر جولد. وثانيا لما تشتري أي شيء باستعمال عملة ريزر جولد فرح يعطوك عملة ثانية موجودة اللي هي ريزر سيلفر، ولو جمعت عدد كافي من السيلفر فينك تبدلهم وتاخد منتجات ريزر ببلاش نفس ماوسات، سماعات، كيبوردات، وحتى تقدر تستعمل السيلفر عشان تشتري ألعاب بشكل مجاني. والشيء الرهيب لو رحت حاليا على الموقع وعملت حساب بريزر جولد فرح يعطوك 1000 عملة ريزر سيلفر مجانا. وعلى فكرة موقعهم معرب بالكامل وعندهم قسم خاص للشرق الأوسط. فمرة ثانية قبل لا تشتري أي شيء داخل لعبتك اتذكر أنك تروح تشتري عن طريق ريزر جولد عشان تستفيد من العروض الرائعة. رابط الموقع موجود بالوصف. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. أوكي، بداية الماب شكلها غريب جدا نفس بلاك أوبس 1. انا مربوط في مكان وفي كمبيوترات وحد قاعد يخبط على الباب. اوكي نفك القيود. هو زومبي. طبعا ما عندي سلاح. اوكي. بداية قوية جدا. طيب في اشياء اقدر اخذها. ابرة، هاي ابرة صح؟ حلو. في شيء ثاني؟ لا. طب المكان عتمة جدا يا شباب. هاي هدول مو زومبي، هدول ناس محروقين. طيب اضغط R1 و L1 شو بصير؟ هو اقدر اشوف اشياء مرمية، يعني مثلا هذا السكين، في هنا قنبلة مولوتوف، وفي طلق. طيب اظن لازم نروح على المصعد هنا اذا ما خاب ظني. سمانثا، اول مرة تطلع سمانثا بهالشكل المخيف. شو الاصوات؟ هاي لا صاروا اقوياء. والله رعب جو الماب. ما عندي مولوتوف. لا 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 لا. خلصوا؟ لا والله لسه. طولوا. فتح المصعد. هي
شو مين هاد؟ الو اوكي كي كارد نيدد. اوكي احتاج مفتاح، ما اظن في هنا، في هنا بس كيف اروح؟ او اقدر اتسلق، حلو، منطقة ثانية. اوكي هذا شو بالضبط؟ لا لا انا شو سويت؟ لا ارجع ثاني، المكان صار مخيف اكثر ما هو مخيف. حلو حلو، راح الضوء الاحمر. طيب ممكن نحصل هنا الكيكات. اوه رشاش، هلا والله، اي والله اورا اخيرا. في خزانه هنا. لازم احط باسورد، لكن اكيد المفتاح بداخلها، بس لازم احصل الباسورد او الرقم السري. اوكي شباب، ما خليت مكان ما دورت عليه، ما في باسورد. فأظن يعني من خبرتي بحل الألغاز أني لازم أرجع أفعل هذا الشيء مرة ثانية، وممكن تطلع لي الألغاز مكتوبة بشي مكان، لأنه لما أفعل هذا الشيء يصير الماب كله أحمر وأسود. خلنا نجرب. أوكي دي نروح. حاطين لي أسهم دي أي. أبي الكود الأخير. إبرة الكود الأخير بسرعة. دي أي و دي اي دي. حلو. والله تحرياتي طلعت صحيحة. دي اي دي كي كارد. هلا والله. طيب ما قاعد يخليني اروح على اي مكان الا الاس بي اللي هو الريسبشن. فالله يستر، الله يستر شو هيطلع لنا بالجهة الثانية من المصعد. لا الموسيقى قاعدة تتغير. لا والشاشة قاعدة تصير بيضة. لا هاي ها هاي. اوكي كاتسين ريسبشن. اظن اشوف المكان اللي هروح عليه قبل لا يتحول لزومبي. شو في ورا المصعد؟ شو الاصوات؟ انا مو مطمن اني اطلع من المصعد صراحة. اسمع عنا خيار، طلعوا المكان شو شكله شيطاني. هاي رعبني. هلا والله سواق باص ترانزيت، يلا يخفف علينا جو الرعب شوي. طيب نفتح الباب. ما اقدر. لا اقدر. فيوز ميسنج. احتاج فيوز عشان افتح الباب. متأكد هينطل. الله ياخذكم، والله رعبوني. او اقدر افتح الباب بدون فيوز صح؟ هو في بنت صغيرة سامانثا. فتح الباب بالمسدس. فيران هذا اللي ناقص. السلام عليكم. هلا والله. لا 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 اوكي في كود يمكن لازم اشوفه نفس المرة. هلا هنا في شيء اقدر افتحه. اوكي مكتوب 97، ممكن نحتاج هالرقم بعدين. يا سواق باص ترانزيت ساعدني. حلو. رجعت الإنارة. اوكي خلينا نرجع على الباب هذا، كان عليه رقم. انتر كود. انا اضغط كود. اي والله اوكي، لكن لازم نحصل كود او رقم سري. خلينا ندور. شوف اللوحة المرسومة على الحيط، ناقصنا رعب نحنا. اوكي هنا. ليش حاسس اني لو دخلت هنا ممكن اموت؟ مدري لا شو هاي شو هذا تمساح. في تمساح. طب
اكيد لك ان فيها اشياء الغرفه اكيد، بس كيف افوت؟ اه صح، تذكرت انا اقدر افعل مود يخليني شبح صح؟ ايه ايوه اقدر حاليا اني اتمشى على راحتي بالغرفه. ايه هنا في شيء هنا؟ اه اوكي في رقم 70، نفعل مره ثانيه. اه 70 هذا الباسورد تبع الباب صح؟ 7-0 غلط. اوكي بما انه عندنا 4 ارقام فاظن لقيت اول رقمين ولازم ندور على باقي الارقام. وهالغرفة اول مرة ادخل عليها، وفي دبدوب قاعد يسلم علينا هنا. ها اوكي فيوز. فيوز الباب كان يكتب لي انه يحتاج فيوز عشان يفتح صح؟ ايوه يب فيوز معاي الفيوز. طيب ولا غرفة الكهرباء تحت نحط فيها شيء؟ هاي 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 ايوه ايوه وين هنا؟ اوكي نحطها على اول شيء. حطيت فيوز. اه الحين بيفتح الباب صح؟ اي بس انه باب ان شاء الله هذا الباب. ايوه يا الذكاء ذكاء. لا مين؟ الو لا لا تقلي بيرجعوا الزومبي مره ثانيه. يب 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 خلصنا. تكفون افتحوا الضوية. اوكي خلصنا خلصنا بس ما عندي طلق. لا لا مو اموت لما نخلص. حلو عندي خاصية اقدر افعلها. اوكي هاي الغرفة الوحيدة اللي ما دخلتها الى الان. مفروض الاقي خزنة وافتحها والاقي جوا الخزنة رقم سري صح؟ هذا المفروض. هو هو شو ها؟ اقدر ادخل لجوا؟ Look like you need something else. اه ما اقدر ادخل انا. في شنطة فيها اسلحة صح؟ اوه هلا والله. لا ابي ابدله بدل سلاحي الثاني. يب حلوين. عندي رشاشين الان. طلعوا في ظل اخطبوط هنا. والله اصوات الماب وكل شيء مخيف. اوه في شيء هنا صح؟ آه. الله ياخذكم. طيب 40 والرقم الاول على ما اظن كان 70. الرقم الاول كان 70 ان شاء الله يكون صح لان نسيت الصراحه. 70 وبعدين هنا شفنا 40. ايوه هلا والله. طيب شوفوا الغرفه، غرفه العمليات الخاصه. اوكي في شيء هنا انتر سيكونس. شو هاد؟ اقدر اغير هالاشارات صح؟ ياب. اوه بتذكر شفت شاشه من شوي عليها الصوره هنا على ما اظن. ياب هذه عليها صوره اسد. اوكي فالمفروض يكون عندنا 4 شاشات كل شاشه عليها صوره صح؟ اوكي هذه نحفظها اسد. في شاشه ثانيه هنا متاكد شفتها. هنا حلو قرد اسد وقرد. وين الاسد؟ اسد بعدين هنا قرد. طيب يا شباب من تحرياتي فاظن الرمز راح يكون هنا ورمز راح يكون هنا، وهالابواب الاثنين مسكرين، وكيف نفتحهم؟ نغير مكان الفيوز، لان لما اخذت الفيوز اول مره حط لي خيار انه اقدر احطها في اكثر من مكان، فلو شلت الفيوز من هنا حطيته هنا المفروض ينفتح واحد منهم. يب 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 يب. ان اثرايد اكسس. نقول بسم الله. طلعوا المكان كيف صار مخيف. خلصنا خلصونا. خلص نعبي طلاق. الحين بس ندور على الشاشة. وهذا قاعد ياكل واحد ميت. ايه خليه. والله معليش يا خوي اكلينك. اوه هنا جيجر. حلو رقم 3 نحط علامة الجيجر.
حلو حطينا الجقر. اوكي الحين باقي المكان الاخير ومنخلص من هاللغز. نفتح ونقول بسم الله. والحين معي شوتجن. تعالوا. لا ما عندي ابرة. ما عندي ابرة. الابرة مهمة جدا. ما عندي ابرة. ما في ابرة هنا ولا هنا. لا والله ما في. حلو طلقة واحدة يموتوا بالشوتجن. طلقة واحدة. في ابرة هنا. لا مولوتوف. خلصنا. ها اوكي قرد اربعة. حلو 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 حلو. يلا يا قرد. حلو بعدين فعلها صح. ايوه صح. شو راح يصير الحين؟ لا لا ايش راح يصير صح؟ اوه في فتحة هواء ثانية هنا. اوكي عندنا فتحة هواء هنا. في شيء جوا. اوكي شباب حاليا لازم افتح هالباب وراح يكون عندي بوس فايت. بس في صاحبي لعب الماب ونصحني قال لي قبل لا تفتح هالباب لازم تطلع الريغان او الريكي في في اثنين ويندر ووبن. فاي خلنا نطلعهم اول وبعدين نفتح الباب. شفت شرح سريع. فاي اول شيء لازم اجي على الحمامات هنا وفي انفك لازم اخذه. بعدين لازم اروح على هذا الحمام واحرك المقود هذا او الفالف. اوكي هذا الشيء راح يفرغ لنا المي هنا ولا هنا ولا هنا وراح نلاقي مفتاح. ايوه I'm in the mood for a treasure. ونفتح الغرفة. وهنا مفروض يكون في ريغان. هلا والله ريغان ذهبي. سلاح الثاني اول شيء لازم نجعل هالغرفة وناخذ الفليم ثرور اللي موجود هنا. نكسر هذا وناخذه. بعدين في ثلاث دبديب لازم نحرقهم. اوكي المكان الاول او اول قطعة للدبدوب هنا. حلو القطعة الثانية هنا. بعدين القطعة الثالثة هنا. يب راس الدبدوب. حلو الحين جمعنا جميع القطع. بعدين نجي على الباب الأحمر ومنتحول لوضع المختفي ومنلاقي السلاح ورا. ايوه هنا. هلا والله هلا. اوه هو 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 عناكب. اوكي 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 اطلع اطلع بسرعة بسرعة. كل شيء كوابيس حاط لك اياه في هالماب. اوكي نجي حاليا عند الباب ونفتحه. ليش شخصيتي لابس شورت؟ ديمسي لابس شورت. اوه هذا الحرامي الاسلحه من ماب 5. دكتور يوري keep your distance if you want to stay alive. لازم اضل بعيد عنه عشان اضل عايش. cannot be harmed with firearms. ما يتدمج بالأسلحة. لكن شو كيف أذبح هذا؟ أوكي أوكي ممكن من الغرفة اللي فتحناها يكون فيها شيء. أوه شوفوا الغرفة. في إبرة هنا. في واحد مقطوع رأسه. سواني كأنه هذا أهلي. إيه هذا الأهلي. press and hold to place head. باخذ راس الالي وبحطه هنا. اوكي بس اظن اول شيء لازم اتخلص من من يوري. اوه سياره على الريموت ار سي اكس دي. وفي كان فتحات هواء. ها طب خلنا نفعل السياره على الريموت. اوكي عم بتحكم بالسياره حاليا وعم بيحط لي سهم لتحت. لازم اروح تحت بالسياره. ايوه لا 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 الموسيقى لا الموسيقى كذا. ايش الموسيقى كذا؟ حلو دخلت هنا. اخذت قطعه. اخذت قطعه صح. ليش الموسيقى كذا؟ هاي لا قتلني. الموسيقى يعني قرب مني. يا الله
طيب نعيد. هل الماب على فكرة لما أموت يخليني أعيد تشيك بوينت؟ يعني ما يخليني أعيد من الصفر؟ موسيقى مرة ثانية. لا وهالمرة شافني. أهرب. طيب رجعنا للمكان الآمن. سيارة على الريموت بسرعة. حلو. ناخذ القطعة الثانية. أوه قاعدين ناخذ قنابل. أظن ناخذ القنابل بعدين منفجرها فيه وراح يموت. في المكان الأخير. هنا. ناخذ قنبلة الأخيرة. حلو. Get closed. أوه أقرب منه وأفجر. حلو وينك؟ تعال يا كلب تعال قرب كمان ألقم. ايوه اخيرا. اوكي ممكن في شيء طاح من جسته لما قتلته، على ما اظن مفتاح او شيء لانه عندنا كثير غرف لسه مسكره. كل ما اقرب منها يقول لي مفتاح، فخلنا نشوف. يب مفتاح كي كارد. خلنا اجرب على الباب اللي فوق هنا في النص. افتح الباب. لا اما اوكي لكن شكله هذا المفتاح للباب الثاني. يو هذا الباب اللي وراه كانه مكان تحضير جن. كمان يو دو نوت هاف ذا كي. الرجل الالي تيد ليش نايم؟ كان شغال اول ما اجيت صح؟ اقدر اشغله. اوه هولد تو تيك ذا هيد اوف تيد. اقدر اخذ راسه. اوه قطعت راسه. اوه صح كان في جسم آلي فوق. لا مو وقتك يا زومبي. ايوه هذا الجسم المقطوع. اي اقدر احط الراس. طيب فعلا من هنا. يب شو قاعد يصير؟ لا سواق باص ترانزيت شو بيسوي فيك؟ انا اسف بيحرقوه. هو ادخل ولا لا؟ الوضع مريب صراحه وما عندي غير هذا الخيار. فالله يستر. اوه انا حاليا الرجل الالي بدل روحي مع قاعد العب في تيد. طلعوا ايدي. ياب ممكن الحين يفتح معاي هالباب. ياب اوكي. او ايده الرجل الالي هي المفتاح. كل غرفة بهالمكان مخيفة أكثر من الثانية. طيب أكيد في شيء بهالغرفة ما فتحوا لنا إياها على الفاضي. أوكي You do not have the carnomium. أوكي هذا الكتاب من قصة الزومبي. ممكن يكون في شيء مخفي. ها اوكي بدها مفتاح صح؟ أو لا ما بدها مفتاح. اوه اللي اخذته من قبل. اوكي طلعوا الفلوس. بس بدنا مفتاح نحن صح؟ هذا المفتاح حيفتح الغرفة هذيك متأكد. ايوه هذه الغرفة المخيفة الله يستر. اوه هذه كنيسة. كتاب الكرونوميوم نقدر ناخذه ونحطه هناك. هاي لا مفروض اني اخذه. راوند 666 شيطان. هاي اوكي كويس انه معي ريغان. مين رمى نار مو انا.
اوه ريلود بسرعه. عندي ابره. حلو، عندي ابره وعندي الشيء الثاني لو انحشرت. اوكي اوكي. ها هي هي هي. لا لا تحول تحول بسرعه. ايوه من وين طلع هذا؟ اوه مات مات اخيرا. ونجي نحط الكتاب هنا. طفت الشمعه. اوكي اوه غرفه سريه غرفه سريه. والله ماني متاكد اذا بينزل ولا لا. خلاص معي ريغان ومعي الاركي. قول بسم الله. هاي هاي ما اقدر ارقد ما اقدر ارقد ما اقدر ارقد. لا 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 شكلي شكلي بموت شكلي بموت شكلي بموت. لا لا صعب والله صعب والله صعب والله صعب والله صعب. بتحول؟ اي اقدر اتحول. استعمل وضع انا متحول. حلو حلو حلو. خلص خلصنا خلصنا خلصنا. والله مكان حشره كان. عبي طلع. هو في غرفه بوس فايت. سامانثا هاي هاي. اعوذ بالله. شو هذا؟ هاي هو هذا كيف اذبحها؟ اوكي 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 اوكي. قاعد يرمي علي عناكب. قاعد يرمي عليه عناكب. اوكي اوكي اوكي. في هيلث في هيلث الى فوق. بس نطلق عليه بس نطلق عليه. الوضع سهل. وهيرمي علينا كراسي نتجنبها. وهيرمي علينا عناكب نقتلها. وهيرمي علينا زومبي نقتلهم. لا لا والله الوضع صعب. لا لا ابره ابره ابره. حلو 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 حلو. لا لا قاعد يقرب علي قاعد يقرب علي. ابرة 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 ابرة. موت. لا 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 لا. خلص الطلق. لا 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 لا. وضع الشبح. في ابرة في ابرة. اي في في ابرة وفي طلق. في ابرة وفي طلق. ابرة طلق. شبح شبح مرة ثانية شبح مرة ثانية. لازم أشيل الشبح وأحط إبرة على طول. أيوة أيوة إبرة 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 إبرة. موت تكفى تكفى. موت تكفى. موت موت يا موت موت. لا فكرت مت. هو مات صح. خلينا اللغز يا عيال. الله على الغنية. هو رح ألعب بسامانثا. هذا كان كله كان كله حلم. اسم الماب اسم الماب نايت مير كابوس. هذا كله حلم لسامانثا كان. اوكي فاي يا شباب هالفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم. هذا من افضل مابات الكوستوم زومبي اللي لعبتها على الاطلاق. ماب جدا رهيب، لغز جدا رهيب ورعب حرفيا. الماب جدا مخيف وتقريبا من اكثر المابات المخيفة اللي لعبتها. مرة ثانية اذا بدك تعرف كيف تحمل هالمابات وتلعبها على البي سي فشيك الفيديو اللي موجود بالوصف. فيا شباب اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات اذا في ماب ثاني بدكم يعني العبوا. اتمنى تكتبوا اسم الماب بالتعليقات. وبس كان معكم الشركيال وشركيكيش. كم فيديوهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.